معانا دلوقتي مراسلنا مهاد الشرقاوي من محافظة مهند من محافظة المنوفية. مهند صباح الخير. صباح الخير مهند، اوصف لي الحال. أنا الآن موجود داخل لجنة رقم 25 ولجنة 26 في مدرسة الثانوية القديمة للبنات بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حيث تجرى أولى استحقاقات خارطة أو ثاني استحقاقات خارطة الطريق، وهي انتخابات رئاسة الجمهورية في أولى مراسم اليوم الانتخابي. بدأت اللجان فتح أبوابها في تمام التاسعة. كما تعلمون يبلغ عدد الناخبين على مستوى محافظة المنوفية 2,350,000 ناخب. هؤلاء الناخبين مقسمين على 606 مقر انتخابي يشرف على هذه المقرات، 660 قاضي و70 قاضي احتياطي. الاستعدادات الأمنية على مستوى المحافظة شهدت تنسيقا بين قوات الجيش وتنسيقا بين قوات الشرطة، حيث تم الدفع بحوالي 48 مجموعة قتالية و30 قوة أمن مركزي لتأمين جميع مقار الانتخابات. تمام. عدد من المدرعات وعربات الأمن المركزي متواجدة بالخارج، ويوجد أيضا رجال القوات المسلحة على أبواب اللجان لتفتيش مقار اللجان بعد استلامها، وخبراء المفرقعات أيضا متواجدون داخل مقر اللجان لتمشيطها وتحسبا لحدوث أي شغب أو أي أخطاء. تمام. أستاذة مها، أي أسئلة؟ أريدك أن تتجول بالكاميرا مهند، يعني نريد أن نرى شكل اللجنة من الخارج. أيضا وزارة الكهرباء كان لها استعدادات، حيث قامت بالكشف على الكابلات المغذية للجان الانتخابات وتم تأمينها بشكل كامل. تمام. كما وفرت مصادر طاقة بديلة في صورة مولدات للكهرباء كما هي موجودة أيضا في الخلف. الكتلة التصويتية حتى الآن هي لكبار السن، حيث لم يعلن حتى الآن رئاسة مجلس الوزراء أو وزارة القوى العاملة أن يومي الانتخابات هم يومي عطلة، بل هم يومي عمل أساسيين. فمن الملاحظ أن الكتلة التصويتية حتى الآن هي من كبار السن، وستشهد بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية تزايد من قبل أو من أعداد الناخبين. لفتة إنسانية من قوات الجيش والشرطة بتوفير مقاعد متحركة ومقاعد ثابتة كما هي موجودة بالخلف لكبار السن لتوفير الراحة وسهولة عملية الإدلاء بأصواتهم. تمام. مهند، هل ممكن أن تعقد لنا لقاء مع أحد المواطنين الذين أدلوا بصوتهم؟